سي حميد هو ايضا صله بيننا وبينه. حنا غادي نسمعوا واقعه هاد الليله تعيدنا الى شبح العنف ضد العنف، العنف الاسري، ولكن هذه المره في الشق اللي كيمكن نقدروا نتكلموا فيه على العنف ضد الرجل. غالبا ما تنسمعوا يعني في وقائع الحياه ديالنا المجتمعيه العنف ضد النساء، وجندت له واحد العدد ديال على كل حال الظروف المتيسره لمناهضته والمحاربه ديالو، ولاني كاين بصوره اخرى المسكوت عنه في عنف الرجل، وكاين تن الرجال اللي كيدويو على هذا العنف، عنف كل الاشكال سواء اللفظيه والنفسيه، وللاسف هذا كل اشكال العنف تعصف بهذه الحياه الزوجيه في واحد المتاهه. الرجل اللي غادي نسمعوه هذه الليله باغي الانصاف ديالو، باغي الحديث ديالو مع كل الساده المستمعين الكرام يوصل بطبيعه الحال لمن يمكن انه يتفاعل معه. داكشي باش كنتمنوا انه تيقول هو كاع يعني، وحنا نسمعوا بصوته يعني هذا الاخ الكريم باغي من يناصره في هذا المشكل اللي كيعيشوا معه اللي مزوج بها. انا غادي نعرفوا واش هو يبقي على الزواج ديالو ولا الطليق. ممكن بحال غادي نسمعوا القصه ديالو من اولها لاخرها، ولاني بغينا نعرفوا بطبيعة الحال كون كنحيي السي جواد علالي واحد من المستمعين الكرام ديالنا والسيده الوالده صلى الله ان يمتعها بالصحه والعافيه، هادو من المستمعين الاوفياء. واخا خليونا نسمعوا مظاهر العنف ضد الرجل في هذه القصه، في هذا البوح ديال هذا الرجل اللي غادي نسمعوه، ولكن بالمقابل بغينا تفاعلكم. يمكن يكون معنا سواء من 5 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 0 5 22 30 30 00. هذا الا تالينا في هذه الحلقه نسمعوا الاصوات التواصل ديالكم، وكذلك الاخوان اللي تيمكن يصيفطوا لنا الرسائل ديالهم في الواتساب صوتيه، خذوا بلاصه مزيانه تريحكم وصيفطوا لنا الرساله ديالكم كيفاش السيد هذا الرجل هذا يتعامل مع هذه الواقعه اللي غادي نعيشوا معه بكل الاسى والالم. وحنا عارفين يعني راه ملي كنتكلموا على العنف ضد الرجل راه ديك الصوره انك تخليه كاع مثلا يتستفز، لانه الطريقه باش كيتكلم معنا قبيله يعني فيها واحد فيها وصلوا ذاك العطاب ديال ذاك العنف اللي تعيش كرجل من المراه اللي فيما بعد على كل حال غادي يحكي لنا كيفاش هو المشكل ديالو. السلام عليكم اخويا. السلام عليكم سي صابر، بخير؟ اهلا وسهلا اخ سيدي. حبيبي خير، كل شيء بخير. الله يبارك فيك خويا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك خويا، الله يحفظك، الله يبارك فيك. بارك الله فيك خويا، حنا كنسمعوك يعني وغادي مستعدين نسمعوك، وبغينا نسمعوك من الاول ديال القصه. عافاك شحال دابا في السن ديالك اخويا؟ زيد انا 72، بحال عندي 50 سنه. 50 سنه. بغيتي تبدا لنا هذه القصه من جواجك، من الاول ديال جواجك ياك؟ من العام الاول ديال هذا العام هذا ملي وقع لي في هذا المشكل. خليني دابا من المشكل اللي وقع فيه، انا نعاود لي عافاك كيفاش خصني نعرف الواقعه كيفاش توصلتوا لهذه الحاله واش نوصلكم ليها. دابا انا عاود لي شحال هذه وانت مجوج بهذه المراه هذه؟ تكون عندها واحد ما بين 49. شي 12 عام ديال العمر بينك وبينها. هذا ماك. واخا سيدي سامح لي، بغيت نسولك على كيفاش كان هذا الزواج بيناتكم؟ كان زواج عائلي، مشات الوالده اللي جابتها، شتي والدراري بغاو يتلاجوا بوحدهم بغاو هادي، قلت لها ما نخرج نكري. عقبت خرجت نكري، عقبت خرجتها ومشينا كرينا، بقينا عايشين بخير، ما خاصتنا حتى حاجه، وعاد مرات الغيار يكون هادي لابد. اييه. لازم يكون الغيار، ولاني دابا ملي ما عندك من 2022 شهر 8 تقلبت عليا السيده. وسامح لي. نعم. قبل هذا 2022 شحال عندكم عدد ديال الاولاد؟ عندنا جوج. جوج وليدات اللي عندي، جوج ذكوره وذكوره ماشي
الجدراري عندي الجدراري الكورة سي مصطفى. وشنو اللي كان كيصنع هذا الغيار بيناتكم بزاف؟ لانه قبل انا بغيت قلت لك كتعيشوا دابا، ولكن داكشي اللي كتعيشوا دابا من دون شك غتكون عنده حوايج اخرين سبقوه. بحال زعما مثلا فيما يبدو انك كنت كتعيش معها مشاكل قبل ما توصلوا لهذا الشيء اللي وصلتوا ليه في 2022 اللي وصلتوا ليه في 2000 كانت مشاكل قبل. داكشي باش انا ما بغيتكش توقف لحد دابا، حنا الا بغيتينا نتكلموا معاك وبغيتينا نعطيو ونفهموا الفكره ديالك راه خصك تعاود لنا داكشي، تخوي داكشي اللي في قلبك، وتا حنا نسمعوك باش نشوفوا واش هادشي واش ماشي ولا يقدر يمشي، ولا هاد السفينه فين نقدروا فين تقدر تشدها. السفينه سي مصطفى مشات دابا غير بلاتي غير بشويه وحنا غاديين. نعم احنا وياك شويه احنا غاديين. قلت لي قلت لك انا علاش كان كيكون هذا الغيار بيناتكم في الاول ديال الزواج ديالكم؟ كيكون غيار بحال اللي غيار كيكون على المشاكل الهضره. كيفاش المشاكل الهضره؟ كتكون بحال شي مشاكل ديال الهضره ولا الشك ولا شي حاجه، الشيء اللي كيكون ماشي كتكون شي حاجه. ايوا راه الشك ماشي ساهل، الشك ملي كيكون الشك راه كتكون كاع المصائب الشك. واش هاد الشك علاش هي كانت كتشك فيك ولا انت اللي كنتي كتشك فيها، ولا عاود لينا باش نقدروا الشريف نعرفوا. هي كانت كتشك فيا، هي كانت كتشك فيا شي وقت وانا في الاخر انا عاد كنشك فيها، وماشي شي شك اللي سميتو لي عام من خلال كيفاش عام من خلال هذاك الشك، انا ماشي شي شك اللي صحيح ولا اللي صحيح عندي ولا عندها ولا هذه ولا ديك، هي كانت كتشك فيا هي بزاف. علاش؟ واش كنتي مثلا كتكون بعيد عليها انت في الخدمه ديالك؟ شنو اللي كيخليها كانت كتشك فيك هي بزاف؟ كنكون بعيد في الخدمه ولا نتعطل ولا هادي ولا سميتو عليه صافي، هي كتبقى كتشك هاد الايامات هادي اللي تقلبت عليا هي بحال ما كانتش بغاتني. انت بغيتي تدينا غير لهاد العام بوحدو اللي كتعيش. صافي هي ما كانتش بغاتني، قالت لي الوضع ديالك وصلتني حتى 2022 من شهر 8 عام، ولا كان عاني في هذا الشيء عام على قدو حتى تم الطلاق هذيا مثلا. واخا صبر اخا سيدي صبر بلاتي عافاك باش نرتبوا معاك نسمعوك حسن من هكا عافاك. دابا هذا السيد هذا ما يوصلنا لهذا العام اللي كيعيش، ولكن هذا العام اللي كيعيش راه هو فيما يوصل هو ياهل الطلاق على حسب ما قال لنا. دابا حنا مازال ما عرفناش شنو كاين، حيت خصني نعيش معكم يعني التجربه كيف ما هي، ولاني دابا تيبقى هو كشخص كيوصل لنا البوح ديالو باش نقدروا نطيحوا يعني فين كاينين المآزق اللي طبعات هذا المشكل اللي وصل هذه، راه ماشي سهله، راه جايه الربع قرن تاع الزواج. علاش غادي تجي ما بين لحظه وحين تقول لك السي حميده جي نتفارقوا في هذا العام؟ اذا جاوبتيني وقدرتي تقول لي مثلا شنو هما الحوايج اللي وصلوكم بعد هذا الشيء اللي وصلتوا ليه دابا، مزيان يكون هكذا الحوار بيناتنا السي حميد باش نقدروا نتواجبوا معاك ونعطوك الافكار ديالنا اياه والاراء ديالنا. اليوم ما هو الحوايج اللي قال لنا في الاول يقدر يعطينا بعض الثغرات؟ قال ودي في الاول كانت كتشك فيا وانا انا كنشك فيه، بمعنى انه هاد الصوره اللي كيطبعها الشك ما يمكن تكون الا واحد الصوره فيها واحد العنف، حيت هو قال انا كانت كتشك فيا وانا كان تانا كان معناها واحد العلاقة ما متوازناش ما بين جوج ديال الناس مادام فيها هذا الريب والشك. ولكن وكاين واحد 24 عام استمروا هكا سهلاش. واخا سي حميد كنتمنى تعطيني هذه المرة صوت كيكون حسن من هكا عافاك. ياك السي حميد. نعم السي مصطفى. هكذاك واخا قول لي اعطيني الراديو ديالك طافي، انا حيت كنسمع بحال راه عندك شي راديو شاعل وياك. لا ما كاين حتى حاجه والو، ما كاين والو، ما كاين الوليد ما كاين حتى حاجه. اييه واخا سيدي، شحال دابا باش جلستوا في جواجكم عاد جو الدراري؟ الولد الاول ولدناه
خرجت كتولد هذيك الساعة، الولد الأول كي جات عندي خرجت الوليد الكبير ولدته هذيك الساعة عامي اللي ولدت في العام ديال الأول، في العام الأول العام الأول كي جات عندي ما دارت لا فين لا والو، خرجت كتولد العام الأول كي جات خرجت كتولد، ولدنا الوليد الأول. وهذا العام الأول فاش ولدت الوليد باقي ساكنين مع الوالدين؟ لا باقي ساكن مع الوالدين، لا في الاول ولا في الاول. وهذا السكن مع الوالدين واش كانت كتخلق شي صوره النكاد شي عيون في الطلوق وفتح لنا قلبك؟ لانه حاجه شتي الا 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 تلفتي لنا غير شي خيط من هذا الشيء اللي ما كتعاودوش لنا مقاد حتى جوابنا ما غيكونش ليك هو هذا. لا لا سمط بابا هذاك الشيء اللي كنقول لك هو اللي كاين دابا الوليد. وعلى انا قلت لك كذبتي دابا؟ ما قلتلكش كذبتي، ما غير قلت لك ودي طلق معنا خاطرك وقول لنا شنو كان كيوقع، شنو كان كيوصل حياتكم. حيت انت دابا قلتي لي كانوا كيوقعوا المشاكل مثلا، شنو هما المشاكل اللي كانت يوقعوا ما بين مراتك وامك؟ المشاكل اللي كانت يوقع ما بين المراه والوالده كان اللي كانوا واحد جوج عيالات خوتي بجوج وكانوا شادين النوبه مع بعضياتهم. على داكشي ديال الدار كل واحدة كتشقى وكل مرة كتشوق ديري النوبة هذه دير هذه هذه دير هذه دير هذه. المرة ما تقبلاتش قالت لك أنا بغيت نعيش حرة، ما حتى واحد ما يتحكم فيا ولا شنو؟ حرة بغات تعيش حرة راسها. ملي ولدت الوليد ما بين الوليد الكبير والصغير بيناتهم 6 سنين ولا 7 هي اللي زاد الآخر صغير. أيه أخويا عاد زاد الوليد الآخر صغير عجبنا قالت لي يا رب نخرجوا هذا قلت لها نخرجوا ما كاين حتى مشكل. نهار الصداع كاع في هذيك نهار الصداع كبير كاع نهار الصداع خايب. كيفاش هاد عاود لي هذا الصداع الكبير اللي نهار علاش طرا وكيفاش طرا عاود لي؟ حتى انا بغيت نضرب راسي مع طلوع الدم وعدت تقلقت وانا ما كانش عندي الفلوس هذيك الساعه يلاه بغيت نخرج قلت لها صبروا عليا وراه غادي نخرجوا. وفي الاخير خرجنا بقيت كنلقط في الحوايج بشويه بشويه خرجنا بحوايجنا مشيت رهنت واحد الدار. اش خلاك تضرب انت راسك؟ شنو اللي خلاك زعما في هذه الحاله كاع انت؟ تقلقت بزاف وجاتني فواحد جاتني فواحد الوضع ما كانش عندي الفلوس ما عنديش باش نخرج ولا باش نشري ولا ندير شي حاجه. لاحظتي باللي المراه ما راعاتش ليك هذاك الشيء اللي زاد قلق. ما راعاتش ليا اش كي دابا نيت كيوقع ليا درك. واخا بشويه عليك تنوصلوا لدرك. ايوا بزاف بقيت انا كنلقط في الحويجات شويه بشويه بقيت كنشري وهي كتشري كنعطيها كتشري وانا كنشري وهي كتشري وانا كنشري تكملنا الحويجات وخرجنا من عند الوالد من دار الوالد مشيت عند واحد الدار وسكننا. سكننا تما وبقينا مريحين هادئين وبقينا غاديين بخير ما خاصنا لا حاجه. هي داكشي السمسطاب اللي كنجيب كنضل الخدام وداكشي كنحطو ليها هي كتصير بالديفيدي تجيب اللي بغات دير اللي بغات غادي الامور هكاك ولا كنضل خدام هنايا راك عرفتي جاب شي الله هو هذاك ما جابش كتمشي بخير وتطلع عندي ما كانت خاصنا حتى حاجه الحمد لله كنا بخير موفرين بخير غاديين هي كانت كتصير بيديها عمرك درت عليهم شي حاجه كل شيء كيمشي ويجيبوه شي حاجه. واخا سامح ليا هاد السيده هادي انت قلتي لي باللي مات الوالد ديالها وكانت عايشه مع امها هذيك الساعه اسمح لي هذيك الساعه خطا يلاه مات باها بعام اييه 99 شهر 7 واخا 27 كنا غاديين مزيان ملي خرجنا وداك الشيء كنا غاديين مزيان ما خاصنا حتى حاجه بقينا غاديين حتى 2022 شهر 8 هي تبدل الوضع واعر تبدل واحد الوضع صعيب خايب بزاف داك واحد الجمعيه تكرفست فيه مزيان. واخ واحد دابا هاد واخا عمري ما كتعيش معاه. واخا دابا نشوف هاد الشيء اللي مشات ليه وحتى هي مشات دارت لك بانه مشات خرجتي من الدار عزلتي انت والمراه وهاد المراه ما راعات لك لا الظروف ديك الساعات لا والو قالت لك والو نون انا ما نقدرش نستقر مع مالين داركم وداك الشيء وعزلتي انت ويا الدار قلتي لي غاديين على هدى من الله وداك الشيء ولاني وسط داك الشيء كاين الشك. لا الشك كاين الشك كاين لا فيك لا فيها انت كتشك فيها وهي كتشك فيك. لا فيا لا فيها انا كنشك وهي كتشك علاش كذب عليك داك الشيء اللي هي كتشك. يا راه انا بغيت تقول لي داك الشيء في قلبك باش حتى الا جاوبناك نجاوبوك. بارك الله فيك مصطفى هي كتشك وانا كنشك الشك كاين بيناتنا بجوج. اول مره شكون اللي شك في الاخر؟
بقاش من ولاد من ولاد مستقرة معاك الراس في الراس ولا شنو؟ علاش بحال بحال بالخلاف بحال بلي داكشي ما هواش ودويت معاه واحد النهار كيفاش ما هواش ما فهمتش ما شرح لي علاش عاد كنشك فيها بحال عاد كنشك فيها بحال كتخرج ما كتجيش حتى لواحد الوقت ما كتجيش حتى لواحد سميتو عليك شنو اللي كان كيخليك تشك فيها باش باللي راه هي كانت كتخرج ما كتجي حتى الوقت شنو اللي كان كيخليك تشك فيها كنقول لها مشات لشي بلاصه ولا واش كتجي ما كتلقاهاش كنجيب واحد المرات ما كنلقاهاش شنو هي الاوقات اللي كتجي فيها وما كتلقاهاش بالليل وقت متاخر بالليل ولا شنو بالليل اكثر هي هاد الايامات هذا ملي سميتو عليها اكثر شنو وصلكم لهاد القيح هذا اللي وصلتوا ليه دابا حيت راه هادشي وصلتو دابا بحال قلتي اللحم وعا وجبد تقيح دابا اللحم ديال يعني حياتكم الزوجيه وصلت عند كما كنقولوا لواحد صافي لواحد المرحله اللي خايبه خصنا نعرفوا هاد الخيوبيه منين جات خيوبيه منين جات الصفه هي دابا دخلنا فيها عشق بزاف عشق بزاف من عندي انا ولكن هاد المراه هادي مني اول مره شكات فيك شافت قالت لي راه قالت لي راه شفتك مع وحدها وكيسوق ودير واحد المرات كدير واحد المرات كدير عليا كاع العساس ماشي سميتو عليك كيجيبوا لها الخبار كامله وهذا الشيء كاين منه شي حاجه لا ما كاين منه حتى حاجه وكاين شي حاجه نقول لك كاين منه ولكن هي قالت لك شافت راه كيجيبوا لها الخبار فين كاين هو غادي يقدر يمشي مثلا لمراكش ولا يمشي لشي بلاصه اخرى حيت عندنا البلاد حنا راه صغيره البلاد راه عندنا صغيره اللي قال هذيك هي ديال الجوار كيبخر ماشي بلاد كبيره ولا سنين البلاد راه عندنا صغيره بزاف كاع فين ما قعدتي راك معروف وبالخصوص انا مشهور بزاف تعرفوني الناس بزاف ايوا انا زعما كيعرفوا ويمكن بهذه الشهره باش انت معروف دابا باش كات ربما لا حيت ربما واش يمكن انت بحكم انك معروف بزاف في البلاد وربما يمكن التجاره اللي كدير ولا شي حاجه ربما كتقول باللي انت كتلاقى مع النساء ولا لا ولا المعامله ديالك ولا كاين هذاك الشيء انت دابا بدي الله بديتي خصنا نبداو نجبدوا منك حنا الكلام شوف راه شتي هذا البرنامج هذا اشنو السر فيه السر هو انك كتخوي قلبك كتعاود بخاطرك دابا حنا بحال حنا كنقروك وهاد القضيه ما بغيناش نوصلوا ليها معاك عرفت سمعتيني اش قلت لك نعاود الجمله ديالي باش تستوعبها مزيان حنا اللي تيجي عندنا هاد البرنامج كيعاود لينا بخاطرو ما عرفتش سمعتينا في الحلقات الاخرين او لا لا والبارح خاصه الا سمعتي السي رشيد البارح هو كان كيعاود لينا كيتكلم حنا كنتجاوبوا معاه غير ملي كنشوفوا شي ما كنفهموش شي حاجه كنسولوا دغيا كيجاوبنا انت دابا ما مطلوقش كاين الفرق بين ما بينك وبين واحد اللي باغي يتكلم بحال الا انت حنا كنتسنانا نقر وما بغيناش نوصلوا معاك لهذه الحاله عافاك حنا بغيناك تعاود لينا بخاطرك وحيت حنا خوتك ماشي شي حاجه اخرى عرفت اش قلت بابا بارك الله فيك عرفت اش قلت بابا عرفت هادشي علاش قلنا لك كون معنا مطلوق دابا خويا انا اللي فهمت من كلامك هو انه الشك هو سبب هاد العافيه بينك وبينها انت كاع الشك واعر كاع قلتي لي في الاول هي كانت كتشك لانه ربما يمكن انت تشوفك انت بخشي في وسط خدمتك وداكشي فيها بزاف ديال النساء كتقابلهم وكتلاقاهم ياك كان كيجيو عندنا بعض المرات دوكديو الشركه بنات كيجيو سميتو عليك كنخدموا ليهم هادشي كتقولوا لك هي كتقول لك انت ما يا كتقولوا لك هي كتقولوا لي كتقولوا لي بزاف كاع كتقول لي بزاف كاع ماشي سميتو عليه وكنت عايش معاه بخير وما كانت خاصنا حتى حاجه وملي دخل بيناتنا بنادم وداك الشيء تخربقنا خطره واحده كيفاش هذا بنادم عاوتاني دخل بيناتكم ما فهمتش دخل بيناتنا بنادم وحرشوه ايوا ما تكلم ليك الوالدين الله يا خويا دوي معايا مقاد عافاك الله يعطيك السر دو خوي قلبك قول كيفاش دخل بيناتنا بنادم انا عاود لي شنو واش شي خلاف بين امها وبينك انت واش شي خلاف ما بين وعاود لي باش نعرف دابا ماشي بين ما بعيده من داك الشيء وعاود لي باش نعرف عافاك دابا هي ما بغاتش هاد الشيء يعني دابا دخلوا حداثه حداثه اللي دخلوا بيناتنا وعمروها يا هذا الراجل عاود لي شنو طرا
بحال زعما سينفاض اسمح لي راني بحال شويه داير. اشنو قالوا ليها؟ اش قالت ليك صاحبي؟ اي انا داكشي اللي داز سينفاض. نعم اخويا نعم. داكشي اللي اسمح لي واخا داكشي اللي داز قديم انا ما بقيتش عاقل عليه بزاف. ملي وقع لي هادشي مؤخرا ما بقيتش عاقل على داكشي بزاف كاع كثير كاع انت مدوز 24 عام ودايز عليك كما كتقول دابا انت حيت قلتي لنا بلي دايز عليك الحر في هذه العلاقه و24 عام الا داز عليك فيها الحر شحال من حاجه غادي تكون عاقل عليها؟ الحر السيستاف اللي داز عليا بزاف هو هذا العام هذا هو الحر الخطير اللي داز عليا دروك. مال هذاك الحر ديال داكشي اللي داز هذيك الايامات ماشي مشكل ما كاينش السيستاف كله هو ما كاينش كله هو انا بغيت نعيش وسط ولادي هذيك. شنو اللي كاين منه وشنو اللي ما كاينش منه؟ واسمح لي ما منك يتردد صوتي على جوج وكنسولك اخويا وتلقى باللي شويه جوابك فيه شويه ديال العسر. كي صعب نتواصلوا بهذه الطريقه هذه السي حميد كي صعب. وانت اخويا طلبتي منا باش نساعدوك نكونوا نحرصوا على نعطيوك افكار واراء اذا انت خصك تكون شويه معنا ساعدنا باش يمكن لينا حنا نعرفوا فين كاين المشكل وعلاش شنو وصلوا. هو الشك هو كاين وهو واقع هذا الحال دابا بما انها هي ولات كتشك فيك انت كاين شك مضاد والعنف ما كيولدي الا العنف والشك حتى هويا ما كيمكن يولد حتى هو الا الشك. الريب ولا الشك من كيطبع العلاقه الزوجيه شيء طبيعي كيمكن يعصف بها هادو نتائج كين بغينا شنو اللي وصلكم لهذه النتيجه؟ شك سبب وعلاش كان كيكون حنا عرفنا باللي انت كنت كيقولوا ليها كتقول انت باللي كيقول لها ولكن واش اي واحد السؤال اللي كيمكن نطرحوه راه شحال من واحد كيقدر يتفادى الراجل كيقدر يتفادى داكشي اللي كتقول ليه اللي كيقولوا ليه الناس على مرته والمراه كتقدر تتفادى داك خاصنا حتى حاجه ما خاصنا والو كنا عايشين بخير ما خاصنا حتى حاجه تل... توقع ليا بمشكل هذا ديال مثلا ما عرفتش منين جا ولا من اشنا هو هذا المشكل اللي طرا لك انت وما عرفتيش منين جا خويا دل... نعم اشنا هو هذا المشكل اللي طرا لك وما عرفتيش منين جا ما عرفتش انا من جا العام هذا كندوي على هذا العام هذا ما سمح لي سي مصطفى وكنعاود لك كاع من الاول داكشي راه ما عقلتش عليه بزاف. اشناهو هذا المشكل اللي طرا لك انت هذا العام غير دابا يلا سيدي؟ المشكل اللي طرا لي هذا العام هذا ما تلاش عجبها الوضع ديالي. اشناهو هذا الوضع؟ هو تكلم معايا بالواضح ماشي بالمرموز. اشناهو هذا الوضع اللي ما عجبهاش؟ معك بالواضح سي مصطفى. اشناهو هذا الوضع اللي ما عجبهاش اخويا هو هي؟ ما عجبهاش الوضع ما بغاش هي تبقى كاريه ما بغاش هي بغا الدار بغات طوموبيل بغات دور بغات جول معنا شتا انا عندها 14 عام ما شتاش شي امراه كبيره شتا عندها 14 عام شفتها انا 14 عام اللي عندها. وانت ميسر انت عندك الامكانيه كيفاش مثلا تقدر توفر هذه القضيه هذه؟ لا نعم سي صابا ودابا جاوبتيني بلا وشويه عاوتاني واخا نعم واش عندك هذه الامكانيه هي اللي بغات هي؟ لا ما عنديش انا غادي عايش معاه انا اللي صورتها كنت كنجيبها انت ما تقدرش مثلا زعما تحل البيت دير دارك زعما علاش هي كان عيط ربع انا غادي معاه انا غادي معاه سي مصطفى بشويه بشويه قلت لها انا غادي معاك بشويه بشويه ربما تتقول لها ودي اللي يمكن نشري دار ربما ماشي ما زعما ما تقرب ربما هي ما بغاش تبقى تترحل من قنت لقنت لا وهي كتشوف واحد الراجل عنده ديالو عنده متاعو فين يمكن تكون عندها واحد الدويره تيتحلم بها تصاوبها كيما بغات. انا ما كرهت ليهاش السي مصطفى انا كون كرهت ليها كون سقنا انا نشري طوموبيل ونشري دار ونشري كل شيء. وليا ما عنديش. انا قلت لها راه ما عنديش قلت لها الله معيش الوليدات وعلاقه بالحال وباقي انا غادي بشويه بشويه والدراري كبروا والدراري كيقراوا والسوايع. عارف كل شيء. انت جارتك تديرها ولا شنو عندك باش نعرفوا؟ دابا كندير داكشي ديال الخراطه تور في الكراج ديال الوليد. دابا انت تخدم في ديال الوليد؟ في ديال الوليد الله يرحمه. الله يرحمه. كندير هادشي ديال تور. وانت باقي دابا كتخدم داكشي ديال الورثه؟ باقي في هذاك الشيء ديال الورثه. داكشي مجموع؟ داكشي مجموع باقي مجموع. هادشي السي مصطفى علاش قلت لك هادشي هذا؟ قالت لي انتم هما اللي الحي الصناعي ما يدي منكم واحد حتى حاجه
مدي منكم هذه. انا الحمد لله كنت كنجيب خمسه كنا كارين وما غادي نكذب عليك. اي واش ما يكونش هذا هو السبب الحق حتى هو من بين الاسباب الحقيقيه؟ لان هي كتشوف دابا انت خدام غير على كما كنقولوا خدامه التعس من سعد الناس، كاينين الوراثه تياخذوا رزقهم وصافي وانت خدام عليهم، وربما يكون هذا الشيء مضايق. هذا تقول لك اودي انت خدام غير على الاخرين وباقي ما قسمتي ديالك، مازال ما بان النصيب، ما الاولاد كيكبروا، ربما يكون ربما يقدر يكون عندها نصيب من الحق في هذا الشيء اللي كتقول. هذا النصيب هذا هو داخل في هذا المشكل تاعو. اذا يقدر يكون عندها شويه الحق في داك الشيء اللي كتقول. لا راه يكون عندها شويه الحق، راه يكون سياره بغات تعيش هكا، سياره بغات تعيش، هي راه سميت بغات تعيش، هي بغات تكون كاين الناس، هي بغات تشري، بغات الحمد لله تشري والحوايج عندها، كل شيء عندها، ما خاصها حتى شي حتى شي حاجه. اللي شراتها ما كنقولهاش شريت ولا درت، وهي ما عمرها خدمات لما خدمت ثلاث العام هذا، هي اللي خدمت في هذه الجمعيات. علاش مشات لشي جمعيه؟ قالت لهم انا الراجل من هسرني معنفني، شنو عاود لي شنو؟ هي مشات لهذه الجمعيه، دخلت لها على اساس دخلتها واحد السيده على اساس باش تخدم معاها. اييه تبدل الجو زعما وتخدم مع النساء شي حاجه شي تعاونيه وداك الشيء، انت ما بغيتيش، انت داك الشيء ما عجبكش. قلت لها في الصيف، قلت لها الله يرحم لك الوالدين، هذه الجمعيه ما عندنا ما نديروا بها، قالت لك انا ولا الجمعيه. قلت لي انا ولا الجمعيه. علاش واش انت شايف في هاد الناس شي حاجه خايبه مثلا؟ شنو ما فهمتش؟ لا ما بغيتش، انا ما بغيتش تجي تقابل عاد الدار ديالها وتقابل الدار وتقابل الوليدات بجوج، ما خاصها حتى حاجه. وياك الاولاد كبروا تبارك الله، راه الكبير عنده 23 عام والصغير عنده 17 عام. الدري راه الكبير راه كبر معانا بجوج، راه كبر معانا. دابا لا سمعتيني مزيان، حيت انت دابا السي حميد راه تبارك الله الا كنتي كتسمع البرنامج، حنا من الله بواحد 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 الذوق وواحد العنايه نعمس. دابا غير اللي بغيت نسولك وتجاوبني عليه، قلتي لي هذا الشيء ترى غير هذا العام، وهذا الشيء المشكل ديال الجمعيه ترى غير هذا العام، والولاد تبارك الله راه دابا كبروا، ما بقاوش ذوك الولاد اللي عندهم 3 سنين 4 سنين عامين يعني كاين 23 عام تبارك الله، وكاين شي 17 عام، هذا الشيء اللي عرفت. 17 عام يعني هاد المراه الا كانت مثلا كتخرج تمشي دير شي حاجه ولا تخدم في شي حاجه، هاد الولاد يقدروا بزاف ديال الامور، حيت راه ولد 17 عام ولد 23 عام راه يقدر يعتمد على راسه، ما يمكنش يحتاج لمو بزاف وقيلة. لا نعم ما يقدرش يحتاج لمو بزاف، لا ما يحتاجلاش بزاف، لا ما يحتاجلاش بزاف، لا ما يحتاجلاش بزاف، هما كيوجدوك يطيبوك هذاك مع الاخر، بقى واحد هنا الاخر. ولكن اشنا هو المانع الحقيقي؟ واش انت شتي بلي هاد المراه تبدلات عليك بشي حاجه وقلتي هاد الجمعيات يحرشوها؟ انا عاود لي قول لي داكشي اللي في خاطرك، داكشي اللي في قلبك قولوا لي. داكشي اللي في قلبي بالخصوص في هاد العام السنسطاف هذا تبدلت عليا بزاف. علاش؟ علاش هاد العام بالضبط؟ وشنو طرا في هاد العام؟ في هاد العام 2022 ل 2023 دابا ما بقاش بغاتني السيده، صافي صلاه النبي، ما تلاش بغاتني، ما بقاتش بغات عاشرك، ما بغاتوش، ما تلاش بغات تعيش الوضع معايا، واش ما تلاش بغات عاشرك هي؟ ما تلاش بغات تعاشرني، راه من شهر 8 وحنا مبعدين لدابا. اييه وشنو ملي كتسول ملي كتسولها قبل ما يجي هذا الطلاق هذا، شنو علاش السبب مثلا ما كتبغيش تعاشرك؟ صافي صلاه النبي، قالت لك ما تليش نتعاشر انا وياك، عاد تشك فيا، عرفتي كتشك فيا، عرفتي هذه من صلاه النبي ما تليش نتعاشر انا وياك. صلاه النبي من شهر 8 قالت لي سير، قالت لي انا مسامحك سير في ما بغيتي. اذا هذيك الخدمه اللي كتخدم برا ولا هذوك الناس اللي كتمشي عندهم انت كتقول باللي كيديوها ولا زعما كتختار شي طريق اللي خايبه كتشك فيها؟ لا 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 ما ماشي مشكل طريق شي خايبه ولا شي حاجه، قالت لك انا صلاه النبي انا كملت، صلاه النبي قالت لك انا عييت، بغيت نتسارح، بغيت نقعد، بغيت نمشي نخدم، بغيت ندير، كي دايرين الناس، كي دايرين العيالات هذه، لا سير الله يعاون. قالت لك انا مسامحك انا ما بغيت منك حتى حاجه، قالت لك انا صلاه النبي انا مسامحك، ما كنتش بغيت واحد النهار تلقيتها رافعه هي اللي رافعه الطلاق. اللي عقبت ما كانش بغا ليا نتفرقوا، فجاه عندي العون جاب لي السيد عقبنا تفرقنا. وشنو اللي مقلقك انت في هذا الشيء كله؟ ياك هي اخترت الطلاق. اللي مقلقني في هذا الشيء كله هو باقا شاده ليا الدار.
هاكا المشكل اللي عندي فيه انا دابا ويقدر ويقدر اخويا غير كره منفعين بها انتما كارينها عكره الدار قول له هكا ما تيسر من داك الشيء اللي كات هذا وانا راه صافي وانتم طلقتوا انتم وصلتوا للطلاق لا لا صافي خرجت تم الطلاق حكموا بكل شيء هي 3000 درهم والدري 700 درهم حيت هي طلبات الشقاق داك الشيء باش حيت هي طلبات الشقاق والمشكل اللي عندي هو الكبير السي مصطفى وباختصار هو المشكل ديال الدار ديال مولاها ما بغات تخرج مناش دابا ولو دابا تمشي عند السيد تقول ليها كيف دابا انت الشريف دابا انت الشريف هاد السيده من الناحيه القانونيه ما بقى بينك وبينها حتى حاجه هذاك ما بقاش بيت الزوجيه هذيك الدار دابا ديال الكره واحد الوقت ملي كنتم جوجين كانت بيت الزوجيه حيت كنتو فيها بجوج مول الدار هو اللي غيتصرف معاها لا خويا انا صافي راه انا اللي بيني وبينك هالروس الروسي كونطرا سيدي الله يعاوننا ويعاونك الريزيوليو بيني وبينك انا الله يعاونك لا عرفتو اللي يدير معايا الا دار اش هو يدير معاك واش شري كيفاش كونطرا هي ما غاتخرج من تم غاتمشي تفسخ معاه الكونطرا الشري انتم فوقاش طلقتو دابا الطلقه عاد 27 شهر 5 سنطلقكم شحال هادي انت ما مخلصش الكرا؟ لا الكرا مخلص وما كيتسني والو الكرا غادي تمشي يا الشريف غتمشي عندو تقول له شوف الشريف انا اسمعني تقول له انت في شهر 6 اخر اخويا حاجه اجي ريزيليو انا وياك اخويا الكونترا الله يعاوننا ويعاونك انا الا كانت السيده بغات تعاود تكري من عندك شغلها هذاك انا بالنسبه ليا هذاك البيت راه ما بقاش بالنسبه ليا بيت الزوجيه والسلام الا كان غير هذه المشكله انت تيبان ليا هزها منين تقالت وصافي هذا هو المشكل اللي عندي كبير مال انا زعما بيني وبينه صافي من الدار هو المشكل الكبير والاساس الكبير عندي راه سيدي نمشي نشوفوا نسمعوا الدراري قبل ياك الاخوان تشاركوا معنا تعطيونا التفاعلات ديالكم لهذا السيد الا رانا حالك مع الاولاد بجوج بهم الاولاد مشاو عندها هي اختاروا يعيشوا معاها اختاروا يعيشوا معاها ويدووا معاها هي وكل شيء هو كاع الوليد كاع الصغير قال لي راه عنفني كاع لا هو ولا هي واه بلاتي دابا انت ودابا انا نعاود لي على حياتك مع هاد الاولاد دابا راه 17 عام و23 عام ما تجيش تقول لي عاوتاني نعم اخو كان شي ماتش في الدار البيضاء ندي كان شي ماتش في مراكش ديال الراجل ندي فين ما كان ندي اكثر هي الكبير ودابا دروك ما تبقاش كيدوي معايا كاع مابقاش كيدوي معايا في التليفون كاع مابقاش كاع تيهضر معايا لا في الواتساب لا في التليفون لا والو مابقاش كيدوي معايا واخا وكان كيشوف هاد المشاكل اللي كتطرى بينك وبين المراه في الدار كيشوفها وشنو كيقول لك ملي كيشوف هادشي انت تدوي معاك وانتم مجوجين هاد الشريف كيمشي يبقى قاعد حدا امو يدوي مع امو كيخليني انا كيدويش معايا والا كان هاد الولد عنده نصيب من الحياه ديالك بينو وبينو مزيان بينك وبينو مزيانه وداك الشيء راه غادي يجي يدوي معاك يقدر يكون عنده حيت تبارك الله راه هذا ولد عنده 17 عام و23 والله السي مصطفى مخسر لهم شي حاجه الا سمعتيني مخسر لهم شي حاجه كاع الا سمعتيني اخويا حميد مزيان واستوعبتي الفكره ديالي عافاك دابا الا كان الا السي حميد انا عاود لك الجمله ديالي وحاول تشدها معايا قلت لك اخويا حميد الى هذا الولد هادشي كاع كله زعما في حياتك انت وياه كاين ومصاحب انت وياه وتتعزو وتتبين له داك التقدير ديالك ليه وداك الشيء راه الا وقع كاع شي مشكل بينكم بين مو يقدر يمشي يواسي مو يقدر يجي عندك لانه ولد عنده 17 و23 عام عنده جوج اولاد يعني واعيين زعما ماشي واعيين زعما على درايه راه عندهم واحد العرف تبارك الله مميزين زعما ما كيجيوش عندي انا كاع اكثريه متاجين عند امهم بزاف حتى واحد فيهم كيجي يخدم معايا كاع الكبير في الكراج كان ما كنخليهش بلاش عمري ما خليته عمري ما خد حتى شي واحد ما خليته هي ملي تكفرتك جبدت لهم حتى داكشي القديم حتى هو اللي جبدت لهم قالت لهم كان يعايركم كان هادي كان هادي كان جبدت لهم حتى داكشي القديم وانا كنت كنعايرو مع مصلحتهم كنت نعايرو عم مصلحته باش يكون ناضي ويكون راجل ماكنتش كنعايرو ما مزياش ولا نعايرو هادي ولا
كنت كنعايروها على المصلحه ديالو، كنت كنعايرو ولا نضربو على قبل الخدمه، ما كنتش كنعايرو ونوصل نعايرو كاك ولا نسبو ولا نقول لي جا لا، على قبل الخدمه باش يكون قاصح شويه ما يكونش. وإلا بغيتي شي حاجه، الا بغيتي شي حاجه يدركوها ولادك راه غير بالكياسه وباللين وبالرفق. ها هي دابا هي قدرت مثلا تجلب ولادها حداها، شنو اللي خلاك انت ما تجلبش ولادك حداك؟ هي بغاتهم داتهم عندها جلبتهم الله اعلم، انا من بعد انا ما مخسر اليوم ما ديرش معاهم شي حاجه خايبه، ولكن النتيجه هي عرفت كيفاش تتعامل معاهم وانت ما عرفتيش. لا لا عرفت كيفاش نتعامل معاهم وكنتعامل معاهم مزيان، ما عمري خلي الفلوس ماشي هي اللي تخليهم. دابا انت كتقول كان دي كان فعل ليه كان ترك ليه كان خدمه في الكراج، حيت الفلوس ماشي اختي، ماشي زعما هو الحل، ماشي زعما حيت ولدك غادي دورت الى لا باش يتعلم مزيان وباش يخدم مزيان، ماشي على ناحيه الفلوس. دابا غير قول لي دابا هي دابا رابحك، هي رابحك لانه على الاقل رايمه ولاد زعما ولادها رايمينها، هي رايمينها ولادها رايمينها. اكثر يدي هاد ليامات هادي ملي كان بغا يدير الباسبور صيفطاتو عندي قلت له جي ودي الباسبور صافي عاجي انا غادي نديرو لي نصاوب لك داكشي اللي خاصك. علاش هو كان علاش باغي الباسبور مالو فاش كيفكر؟ هو دابا ما كيقوليش فاش كيفكر السي مصطفى، هو جا القلعه جا البلاد عندنا هنايا كاع ودار الباسبور وما شتوش بوحدو، وحطيت عليه السيد باش يوقف معاه وهداك الشيء وما شتوش، ما جاش عندي ما طلش عليا والله ما طل عليا. وشنو اللي كيخلي ولادك بعاد عليك؟ ما عرفتوش شنو المشكل، المشكل ما عرفتش شنو هو اللي يخليني الدراري بعيدين مني، ما عرفتش شنو هو المشكل، ما عرفتش المشكل ما عرفتوش. انا من ناحيه الفلوس انا دابا الخدمه هارسه الحمد لله كيما كان الحال الحمد الحمد لله. دابا يلاه بغيت كتجبد فلوس الكرا ولا صيرتي شي حاجه، ودابا ملي طلعوا لي الواجبات وهذا الشيء كنخمم درك والله الا كنخمم. والدري تو خرجوا لي 700 درهم دابا في الشهر ديال الصاله ديالو، وكنخمم دابا والوقت حابس السي مصطفى. شوف داك الشيء كله يقدر يجي الى الوقت حابس، راه غادي تدلي باللي راه زعما الا كنتي عندك شي حاجه ولا الا كان عندك شي ازمه مستقبلا وداك الشيء راه غادلي بانك انت ما خدامش الا عندك شي عسر ولا عندك شي مشكل. ثاني حاجه هاد الولد الشريف نتاع راه عنده 23 عام باقي كيقرا ما كيقراش؟ لا ما بقاش كيقرا، هبط الكازا يخدم. ايوا راه خدام على راسو هاد الولد الشريف، باقي عندك الولد دابا اللي عنده 17 عام دابا هو راه خدام في كازا خدام على راسو، والاخر هو باقي هنا كيقرا. اذا دابا دابا انت هذا الولد اللي باقي كيقرا هو اللي كتلزمك النفقه ديالو، هو اللي كتلزمني النفقه ديالو، حيت الاخر قلتي لي خدام. خدام هي هذا الولد اللي عنده 17 عام دابا هو اللي كتلزمو النفقه ديالو، هو اللي دايرني هو اللي خاصني نعطيه النفقه ديالو. واش ما كتبانش باللي دابا حنا ماشي كنتهموك ولا انا غير حنا كنتكلموا معاك باش 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 تقول داكشي اللي في خاطرك وفي قلبك، ولعله الا كان تا فيك شي مشكل، حيت ما خصكش تامن بديك القضيه لا راه هي اصل المشكل وهي اساس المشكل. يقدر يكون المشكل اللي عندك انت من جانب العنف مع الدراري معها هي اللي هو اللي وصلكم لهاد الحاله السنين كلها، هي ربما يمكن ما فلو ما لقاتش اللي يشد بيديها ولا ما ولا لقات راسها باللي من بعد 20 عام عاد قدرت اللي يفسر لها باللي خصها تخرج من هاد العلاقه اللي فيها العنف ربما. لا ما كاينش عنف كثير اسي مصطفى، ما كاين العنف تي ما تيبقى عنف، ما عمري عنفت بشي عنف خايب ولا ولا شي عنف خايب ولا ممنوع. ولكن هادو راه ولكن راه هادو ثلاثه شوف، ولكن هادو راه ثلاثه النفوس ما بقاوش معاك اصاحبي. هادو واش بغيت ندير اسي مصطفى؟ ما عندي ما ندير. شتي كون مثلا غنفس وحده نقول له المراه مشات ورا يمينك الدراري نقولوا بعدا راه عندك المشكل بينك وبين المراه، ولكن انت دابا راه ثلاثه النفوس صعيب تقدر مثلا كاع كلهم هادو خايبين الا انت اللي مزيان. انا درك انا المشكل اللي عندي معاهم دابا ملي كيقولوا لي بغينا ولا هادي كنقول لهم ودي راه ما عنديش فلوس دابا. يلاه كنتكافى مع الكرا، يلاه كنتكافى مع الكرا، كنتكافى مع الضو، كنتكافى مع وكنجيب لكم داكشي اللي كتقيدوا لي، كيقيدوا لي داكشي اللي كيقيدوا لي في الورقه كنجيبوا لهم. وملي كيبغيو شي حاجه كثيره السي مصطفى نبغي نجيبها لهم.
والله يكون في العوام ملي بغيت نجيب لي مرا داكشي انا كنحس داكشي هي باش بعدو مني دابا دابا انت ربما كتحس باللي واد الاولاد وهاد المراه كانوا كيعنفوك كيكلفوك فوق الطاقه ديالك فوق الطاقه ديالي سي مصطفى. الوقت تبدلات ما بقاش كي كانت في الحرفه مابقاش ديك الخدمه اللي كانت هما اكثر يا ملي ربما هما كيقولوا انت كتصور ربما هما كيقولوا عند راسهم انت كتصور وبخيل عليهم كنصحابوني انا كنصور شي فلوس كثيره وكيقولوا وكتبخل عليهم راني دازت علينا ولا داك والله داكشي اللي كاين كنجيبو لهم داكشي اللي كاين كنجيبو انا قاعد دابا انا مطلق معاها وكيجيبوا لها الخبر تيقول لها راه خدام انا والله الا كنضل واحد مرات عقاعد والله الان دابا دروكني راه كيقولوا راه خدام وانا كنضل عقاعد. وكيفاش تدبروا نتوما هذا الامر داك الحانت واش دابا انت كاريه من عند الوراثه ولا كتاخذ حقك وحقهم ان كيخرج شي مدخول ولا كي كدير لها انت دابا؟ دابا كنخدم معاهم دابا كنقسموا داك الشيء الوراثه بيناتكم المدخول داك الشيء اللي دخل المحل كنقسموه كتحسب المصاريف وداك الشيء المهم الربح كتقسموه بيناتكم نتوما الوراثه كنقسموه بيناتنا اللي الذكاري مثل حظ الانثيين داكشي اللي كاينه ولكن انت خدام راه خصك اجره ديالك علاش تقسموا انت مع الوراثه داكشي واش بغيت دير انا خدام انت دابا شوف حيت انت دابا مختلف عليهم سمعني مزيان انت دابا مختلف عليهم انا لك كنت وارث مثلا معاك وراه انت خدام يعني خصك الصالير ديالك عاد حق الوراثه اللي تقدر تقسمه لا ما خصك حيدوا لك الضوء وحيدوا لك الماء هذوك هذاك شي حق هذاك شي حق الحانوت انا ما كندويش على حق الحانوت كندوي على واحد خدام في الحانوت يعني ديك الهضره اللي كانت كتقول لك ربما المراه تقدر تكون على صواب حيت انت ربما اللي تيبان السي حميد انت متعصب للراي ديالك وهذه هي المشكله ربما ديال دابا هي هذه المراه ربما الله اعلم حيت الا جينا نسمعوها حتى هي شنو غتقول لنا تقول لنا هذا السيد خدام على الوراثه هو اي راجل راه يمكن يمشي يكري كراج بثمن مزيان ولا بثمن قليل كاع ويقدر يربح كثار من داكشي اللي كيشدوا مع الوراثه ومضيعنا حنا ولادو ربما ربما انا كنت بغيت ندير محل بوحدي سمصاب نعم كنت بغيت ندير انا محلي بوحدي ولاني مع الوقت من الشاعيات وداك عقبت زكيت غادي تكري الدار وتكري المحل غادي تجي قاصحه شويه تكري الدار وتكري المحل غادي تجي قاصحه شويه بزاف المحل غادي تاخذو كاع ب 1500 درهم والدار مكريه ب 1200 درهم و 100 درهم قاصحه شويه بزاف بالنسبه للبلاد عندنا قاصحه بزاف اذا كانت 2700 درهم قاصحه بزاف بالنسبه في البلاد واللي زاد الضو واللي زاد الماء واللي زاد الضو ديال الدار والماء واللي زاد الضو ديال الدار وديال الكراج والما تا هو ما غاديش يعطيك داك الشيء اللي بغيتي نعم هو المشكل عندنا الكبير دابا دروك فهمت هي الوضع دابا باختصار كل هو الوضع ما عجبهاش ما عجبهاش الوضع هي بغات تدور بغات تزور بغات تمشي انا الدري الصغير قال لي قال لي انا ماما بغات تدور بغات تمشي بغات تدور الله يعاون بغات تدور حتى هي بغات تمشي حتى هي بغات الدور بغات هادي بغات قلت لي تمشي الله يعاون ما كاين حتى مشكل ملي كترت مع الهضره عجبتها رفعت الطلاق ديالها ما كنت مخسر لهم ما كنت حاجه كنت نهضر مزيان كنت ندوي معاهم مزيان ما خسرهم حتى حاجه كنحط ليها كنخرج واحد الصديق صاحبي حتى هو قالت لي مشات تبرت منه قالت له ودي قال لي كيجيب لكم قالت لي كيجيب وكيحط وكيمشي كنجي وكنتقدا ونجيبوا داك الشيء اللي كاين ما خصنا حتى حاجه الحمد لله قال لهم مالكم على هذا الشيء تفضل انا كان عاد تجيب لي البوليس للدار وعاد تجيب لي ما عم خسرت لي ما عم ولاني انت دابا ما عاودتيش لنا كل شيء مالك مع البوليس شنو واقع؟ جاب لي البوليس سيدي واحد النهار في الليل فجبتهم لي اش طرا حتى جابت لك البوليس؟ جات لي البوليس سيدي جيت انا دخلت انا للصالون بغيت ندخل نتفرج في البلازما قلت راه خرجت هي والوليد قلت ندخل للصالون نتفرج في البلازما هادشي طلقتو ولا باقيين مجوجين الشريف؟ وباقيين يلاه باقيين هذيك الساعه يلاه باقي داك الشيء في المحكمه
هادشي راه عاد لنا شي 25 شي 20 يوم كان. وشحال باش خرج لكم الطلاق؟ الطلاق يلاه خرج لينا في 29 في شهر 5. 29 شهر 29 شهر 5 ما بعيدش ما بعيدش. اها ولدي جيت لواحد الحد قلت لي انت ما كاينش تفرج في البلازما نمشي مع كانوا عندي جوج بلازمات وحده بعتها وحده بعتها والاخرى بقات عندي كبيره في الدار قلت انا راه خرجت هي والوليد نمشي نتفرج. مشيت للصالون لقيتها قاعده في الصالون هي تنوض معايا. كيفاش نات معاك؟ شرح لينا كيفاش هاد القضيه نات معاك؟ درت السبه انت باش تضربها ولا شنو؟ انا عاود لي شنو طرا. دابا قلت انا خارجه للصالون خرجت هي والوليد خرجوا بجوج خرجوا مشاو يدوروا وخرجوا للشارع. اييه هي والوليد أيه. انا مشيت للصالون نمشي نتفرج انا صحابها خرجات. اييه هي راه باقا في الدار. اييه ملي مشيت ملي مشيت دخلت للصالون الطبقه كاينه هي تنوض معايا وهي بدات تعاير فيا. دابا تتحاولي تستفزك انت باش تضربها باش تقول لهم راه ضربني ولا كيفاش؟ هذا هو المشكل الكبير. كيفاش كدير معك ديك القضيه ديال ضربني وبكى وسبقني وشكى؟ سبقني وشكى هذا هو المشكل اللي دار. انا صحابها خرجات قلت نمشي نشعل البلازما نريح نتفرج. اي هذيك عاودتيها لي ما تعاودش ترجع لي هذيك عاودتيها لي. هي تنوض بدات كتعاير فيا وبدات كتسب وبدات كتعاير وبدات كتخبط وبدات كتهرس. هرست الجاع كاع بجاب الوليد حتى هو تحامى معاها عير هي انا ولدي ما دويت معاهش الدري الصغير هرست البلازما حتى هي ضربها هرسها. وهاد الولد مبلي شي انت متاكد منه؟ متاكد منه متاكد منه. لكان شي حاجه سمح لي السي بابا لكان شي حاجه في المدرسه وكان شي حاجه الله اعلم. اذا ما متاكدش ما غاديش نكذب عليك لان ما كلشي تعرفي حتى الراس بنادم ما غاديش تعرف شنو فيه. قول ما متاكدش وصافي. ما مر قدامي انا ولا شي حاجه ولا كنشم شي ريحه ولا شي حاجه ما كايناش. واخا سيدي ايوا اذا كانت شي حاجه اخرى الله معاك. بارك الله فيك سيدي. حميد اخويا راك عييتي ما تحاور معاه راه ما بغاش يعطي الكبه تبان لي هذيك الزوزه راه ما فيها حتى شي ديفول هي وليدي. اسيدي هذيك فيك ما بغاش يعطيك الكبه كيفاش واقع؟ لا احنا معاه دقه دقه معليش معليش معليش. لا تيتهرب على الواقع مسكين خاصه يخرج للنيشان باش يرصدوا الناس ويخفي نفسه بعدا اولا. اييه وما خصهمش يكون داك الشك بيناتهم بين المراه والراجل ما كاين لا شك لا والو حتى يتزوجوا على سنه الله ورسوله. دابا هما وصلوا للمفترق الطرق راه الا الا شكون كان شكون كان دابا غادي في الطريق ديال الله تبارك وتعالى. داخل طرف من اهلي وطرف من اهلي هادشي خلاه القران ماشي خلاه واحد شي حاجه حنت الانسان ما بيناتهم مده ورحمه. المده هي هذا الزواج هدف الزواجيه وما الا وصلوا لواحد جوج الناس تحروا بحال دابا هي دابا هي دابا راه اللي كيبان راه هي اللي مشات طلبت الشقاق من بعد 24 عام ودابا شوف وهذه القضيه هذه راه صعيب الناس اللي كيديروها تتقول لك المراه انا ما يمكنش ليا نطلب الطلاق انا ودوزت معاه سنين ومنين وهويا وكذا ما يعني ما يعني ما بالنسبه لها امر الطلاق كيكون عسير للمراه. ما هذه واحد المراه قدرات على انه تحرر من واحد العلاقه من بعد 24 عام للزواج قالت للراجل ما صافي يا سيدي سير لا لا انا بغيت غير نتحرر ما بغيت والو لدرجه ان المتعه ديالها كانت هي 3000 درهم المتعه ديالها من غير النفقه ديال الولد اللي عنده 17 عام. واش مصطفى نعم نعم راه هذيك 40000 فرانك و 50000 فرانك هي دارت لي هذا الشيء دابا خاصو الوضعيه يبقى غادي عليها ديما اللي كان قال لي حط لهم 50000 فرانك و 60000 فرانك راه دابا فشل شكون كان بقى غادي على الوقت اللي على النوبه اللي كان غادي يبرو ما يمشيش من بلاصه طروازيام راه يبقى غادي هو هذاك وهو يحل داك الشك بيناتهم. ولكن راه كاينه الازمه كيمكن الناس مثلا ما يبقاش داك الوضع راه شحال من ازواج صبروا في الشد كما كنقولوا في الشده والضيق. اش غادي يقول لك السي مصطفى سمعتي راه حنا كاع رجال حنا كاع رجال واش هاد الناس كي كان هي ما تيصبروش على الحاره والحلوه. ايوا راه هادشي اللي قلنا لك قبيله اخويا راه الشك هو الواعد راه ما طاحوا النوبل ولا في الشك ياك وثاني طاحوا النوبل ولا في الكراج دابا كان الشكا من جهته هو دابا ولا حتى من جهه من كان الشكا من جهته زعما هي كانت كتشك فيه من بعد ما راه ولا كيشك فيها حتى هو. هذاك الشيء تيولي تبادل كما قلت لي انت السي مصطفى تيولي تبادل من تعود كي كان الانسان الا مس على واحد كما قلت لي النوبل ولا على الهضره الاولى قلت لي النوبل ولا خاصها هي ما تهزها تهضر في الناس وهو ما يشدش تهضر في الناس. وتنقول اش غادي نقول لك انا من عندي انا الله يصبره
هذا الشيء اللي عطى الله ولي مصطفى الله يصبره تبارك الله عليه ويتي الله يهديها. وهذا الشيء اللي نقول اخويا مصطفى واخا حنا ما عندنا حتى شي ملسين نسمعوا ليها كطليقه واش حيت لان دابا حنا فاش كنا كنتكلموا مع هذا الاخ راه كنا كنجبدوا ليه حتى بعض ربما بعض الخبايا اللي خصو يدرك فيها ربما يقدر يكون هو نيس ماشي على حق في العلاقه ديالو بديك المراه ولو انه دابا حاول هو يعطينا غير المزايا السلبيه ديال هذه المراه وديال هاد الولاد. واخا زيد سيدي حميد قول لي شري قول لي دابا شحال ديما شتي ولدك اللي في كازا؟ لا اللي مول 17 عام. لا كنشوفو في الدار كنشوفو في الدار هذا كنشوفو كيدوز عندنا ما كيدويش معايا. دابا انت الدار ما كتمشيش ليها دابا هاد الدار هادي؟ هاد الدار هادي كنمشي ليها بنهار كنطل وكنرجع. وكنصيف فيها الوليد الصغير اللي عنده 17 عام. وشنو اللي كيخليك تطل؟ ما ساخيش أه؟ ما ساخيبش بالدراري وبالمرأة ولا شنو؟ ما انا ملي كنمشي اللي كيديني كنطل الا كانت لا تكون شي حاجه ولا تكون شي حاجه خاصه ولا تكون هادشي علاش كنمشي نطل. كيفاش شي حاجه خاصه ما فهمتش؟ تكون بغاو شي الا بغاو تقداو شي حاجه ولا بغاو يجيبوا شي حاجه كنلقى واحد الورقه محطوطه تما مقيده لا خاصتهم شي حاجه نجيبها ما خاصتهمش نجي في حالاتي نخرج برا كنقعدش لا خاصتهم شي حاجه كنلاقي شي ورقه. شحال انت النفقه خرجت ليك؟ نعم انت النفقة خرجت لي خرجت لي اعطيها لها عندي هنا. نعم اعطيها لها. لا باقي ما عطيتهاش ليها قال لك مشيت الصباح بغيت نخلص قال لك تيخرجوا مالين التنفيذ. اه صافي ماشي مشكل. انا من الصباح انا كنت ديت الفلوس غادي بغيت نخلص قال لي تيخرجوا مالين التنفيذ قال لي نفذوا قال لي تمشي تخلص هذاك الشيء اللي كاين. و زعما مال كيما قال الاخ قبيله سي حميد كان راه دابا بالنسبه لك كان مشكله غير ما بينك وبين بولك راه تيمكن لك اخويا تسوي مع الامور ديالك والسلام وتتسنى ديك الساعات تحط لها المسائل في الصندوق ما عندك لاش لا تشد مال ديك الدار ولا حيت اللي خسرتي كيما كنقولوا راه النفقه الاخرى كلها محسوبه عليك وكلها محسوبه عليا. عطي لها شي حاجه خصك ديما توثق داكشي اللي عاطي. لا لا ما كانش توثيق دابا ما نعطيش دابا كلشي غادي يمشي. ولكن واش كتمشي انت شنو اللي خاص؟ ولا كنمشي انا اللي خاص شي حاجه ولا شي حاجه مثلا تما من الدار ولا شي شيء علاش كنمشي انا تما هادشي علاش كنمشي. وسمح لي دابا انت خويا اللي كيبان باللي انت ساخي بالمراه علاش كتمشي تطل؟ ولا ما كنمشيش على قبلها سي مصطفى ما كنمشيش زعما ما كنمشيش انا على قبلهاش كنمشي انا نمشي نطل تما لا يهزو شي حاجه ولا تكون شي حاجه هادشي علاش كنمشي انا. اش يهزو صاحبي؟ يهزو الحوايج ولا هادشي علاش كنمشي انا. وهاد الحوايج اش فيهم بالسلامه كاع؟ يكون فيهم اللي بغا سي مصطفى راه انا راني درت تما سي مصطفى. هز حوايجك اخويا هز حوايجك كاع انت باش نتبين المول الدار باللي صافي انت ما بقات عندك علاقه بها الشريف. انا ما بقيتش ساكن هنا الله يعاون الله يعاون انا راه السيده هذيك ساكنين انا وياها حين كانت هذا البيت ديالك الله يرحم الوالدين بيت ديال الزوجيه اما دابا راه ما بقاش بيت الزوجيه هذا البيت. انا راه قلتها لي راه قلتها لي ومشى هو قالها لي قال لي راه جا عندي حميد راه قال لي راه خاصك تخوي الدار خاصك اسمو عقب تعيط لواحد ولد صاحبي معايا في الحي سين عينايا مع العائله ديالو وداك عيطت لي قالت لي فلان قال لي نعم قال لي قول الحميد يتفرق عليا تنكمل العده ديالتي ونخرج من الدار لا بقى تابعني راه قلت له اللي يقتلني راه انا هذا هو المشكل فين طايح فيه انا هذا هو المشكل قالت لي راه يقتلني ولا نقتلو هذا هو المشكل اللي عندي كبير هو ديال الدار مال هي ما بقات صافي العلاقه بيني وبينها انت. ودابا انت ملي كتسمع هادشي علاش كتمشي للدار ديك الدار كتقلب على شي حاجه؟ انا كنمشي لسي مصطفى ملي ما كتكونش هي ملي كتمشي للجمعيه انا كنمشي ما كتكونش هي انا عارفه معاش كتمشي وعارفه انا كنبعد منها. وتخيل غدا جيتي للدار ومشات مثلا تقول لهم انا راه سارق ليا وانا مازال باقي في الدار مازال ما هزيتش حوايجي اش غتقول لهم انت باش غتواجه؟ ما غاديش انا ما بغيت نهز انا ما نهز لا انا لا هي. يا الله يهديك الشريف السي حميد انت يا الله يهديك صاحبي حنا كنقولوا ليك
حيت انت دابا هذيك الدار اللي خصك تخلص منه هو ان هذيك الكرا ماشي داك حنا ماشي مول الدار في الاصل الى الشريف الحوايج وداك الشيء ولا هزو ما هزو راه غدا الا بغات الا تظلم عليك راه غدا غتمشي دخلتي للدار وتقول لك دير عليك الشهود بانك دخلتي ودير لك راي بان زيتي لها قد القد والقد انا هذا السيد طلقت كاع منه انا الشقاق ومازال تنقد الامور ديالي ومازال كيجي لديك الدار اللي مازال بالنسبه لي تهجم عليا ولا يعنفني ولا يدير لي شيء. انت واقيلا يمكن لك تقلب على شي حوايج ما تخرجك شي حبيبي راه قالتها لك هي ورسم صافي هذاك الشيء. انا هذاك الشيء علاش انا نكون هي بغات تشد الدار وتكتبها في سميتها مع السيد ونخليها له ونمشي بحالها في نزال حوايج. وما وانت ما شغلكش اصاحبي تكتب في الدار ولا ما تكتب ما سوقكش انت تبرى من مول الدار ومن ديك الدار والسلام كتكتب واحد الالتزام كتكتب هذا واحد الالتزام ديالك كتشدو كتقاليزيه كتحطو كتعطي السيد ديالك بغى يقاليزيه هو شغل كان مهم من جهات من طرف واحد انا اخر مره دفعت كذا وكذا القدر هذا ويبقى عندك اخر حاجه واخر روسي السلام عليكم. معرفتش انا نكون عرسو بغا يدير معايا بحال ماك راه مشيت لعندو وقلت هادي وقالها ليا واش شريف غتشد ورقه تكتب الالتزام ديالك غتمشي تكتبو قالت لي انا ما عنديش اسمح ليا قالت لي انا ما عنديش فين نمشي وما شغلكش برا اخرى المحيله انت هي اختارت الطريق ديالها هي راه اختارت هي الطريق ديالها انا ماشي قلت لك تعادى معاها هي مرا مولادك ولكن هي راه اختارت ديك الطريق اللي بغات واش هي جات زوجات فيك عافاك قالت لك ما نطلقوش هي راه صافي راه اخترت الطريق ديالها وهذيك سمعني مزيان غادي نقول لك هذه وما باقيش بغيت نعاودها الله يرحم الوالدين حيت اختي هذاك كان بيت الزوجيه دابا ما بقاش بيت الزوجيه الشري كنتي كريم عند هذاك الراجل مني كنتي مزوج ديك الدار اما دابا الشريف انت غتمشي عندو الشريف هاك ها ورقتك ها التزام داني ريغاليزي معاك اخر روسي هو في هذاك في قلب هذاك الالتزام صافي اللي بيني وبينك الله يعاون. انا راه ما بقات كتجمعي الا هاد الدار حرقاتها ولا شغل هذاك انا ما شغليش في داك الشيء انا ما وانت ما تهز وانت هز حوايجك حيت انت الدار في ملكك هز داك الشيء اللي محتاج ليه انت تهزو دي معك واحد مثلا واحد عون ولا واحد المفوض قضائي باش يعين بانك انت كتهز حوايجك ما كتهزش ليها حوايجها هي شي حاجه مدخراها ولا مخبيها والسلام حيت العلاقه ما بقاتش سنت بابا صافي العلاقه ما بقاش ولا بغيت نديرها اش بغيت دير؟ بغيت ديرها قانونيه ورا حنا وتحنا قلنا ليك راه قلنا ليك مع مول الدار تكتب التزام انت كتشهد فيه باللي اخر شهر مع مول الدار هذا هو هذا راني فسخت انا هذا السيد هذا العقد ديال اخر روسي عندي من هذا السيد سلمته بالكره الفلان الفلاني كالتزم بانه هذا اخر شهر الله يعاون صافي كتبقى عندك وكتخرج كتهز دوك الحويجات اللي هما دياولك ولا قدرتي تحتاجيتو بواحد العون قضائي ولا مفوض قضائي باللي باش يجي ويشوف يعاين داكشي اللي انت هازو ويتقيد كاع سيدي تجرد هذاك الشيء باللي هو ديالك انت كتقرب اللي هو هذاك ديالك اديه وسير في حالات منو المولى الدار شنو اللي غادي ندير معاه انا كنقلب انا على الحل اللي نخرج منه سالم باش ما بقاش نوقع في شي مشكل كبير ولا شي حاجه سالم وشنو هو الحل اللي كيبان لك سالم؟ الحل ذاك هو نخوي الدار مولاها وتهز هي كل شيء تديه ولا بغات تقعد تما تقعد انا سامح لي نقول لك واحد الحاجه واخا خوك وما نقول لك ماشي باش نضرك ولكن حيت هاد القضيه اللي كدير راه كدير في عين الشفار كتما كتكونش عاد كتمشي انت للدار علاش زعما حيت هادي كيديرها شي واحد اللي زعما سارق ما انت ما سارقش ما بغيتش نوقع معاه في شي مشكل في الصفه حيت الا بغات تظلم عليك وتعسف عليك الا بغات تظلم عليك وتعسف عليك راه تقدر تديك شي حوايج اللي راه تقول لهم انا كاع انا مخبيه 15 ولا وشافوك الناس كتجي لديك الدار ولكن اللي كيبان السي حميد للاسف الشديد ما عرفتش راه واحد السيد صديقنا السي عبد السلام
تنحيه بزاف. هذا واحد من 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 احبابنا تيقول لي ودي هذا السيد للاسف الشديد سمعته من الاول هذا السيد باين لي باقي باغي هاد العلاقه وكيحاول انه يراوغ وداخل باك طلقتيها تيقول لك هذا السيد هذا الله يعاونها تيقول لي تيقول باللي باقي هو باقي هاد العلاقه. هادشي اللي قال لي هاد السي عبد السلام واحد من الاخوان اللي صيفط لنا هاد الرساله ديالو عبر الواتساب 06204004. واخا خليني نسمع خويا حميد بقيه المتواصلين معنا اي شنو يقدروا يقولوا لنا في هاد الواقعه اللي انت فيها. عندنا جوج ديال الارقام ياك الاخوان هما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. هذا هو الواقع اللي سمعناه دابا من السي حميد اللي محيروا هذا الامر وصفنا رساله وقال لنا ودينا في ظاهره العنف مع انه للاسف يعني الشيء اللي سمعناه هانتوما منه واللي قدرنا نخرجوا منه ها علاش وصلنا وها طبيعه المشكل اللي دابا تعيش. واخ خلوني نسمعكم والتفاعلات ديالكم كاع انتوما كل الاخوه اللي كتكونوا معنا عبر الجوج ديال الارقام اللي هما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. ياك هادو هما رقم الصله ديالنا. تحيتنا الى كل متتبعينا منهم سي خالد النشاط كذلك سي الراجي من سلا كاين بزاف ديال الاخوان اللي هما يتعجبون من امر هذه العلاقه هذه بينه وبين هذا الرجل. تيقول ودي هذا الرجل كيتخوف من شي حاجه اللي ما عندوش لا شي تخوف منها بما انه تحرت هذه العلاقه باختيارها منها كيبقى هذاك الامر ديال الاولاد هما اولاده ويمكن الى صحح العلاقه بينه وبين نفسه وصالح نفسه اكثر واعطى التقدير لذاته كيمكن ان شاء الله يجيب حتى ولاده معاه. سي رمضان من وجده اهلا وسهلا استاذ رمضان. الو تحياتي سي رمضان. كيداير سي مصطفى؟ الله يبارك فيك سي رمضان مرحبا. كيداير تحيه لك. الله يبارك فيك سي رمضان. كيداير سي بخير؟ بارك الله فيك سي رمضان. كيداير البنيه الوليد؟ الحمد لله بارك الله فيك. مبروك. الله يجعل ايامك مباركه. أول تحية لك وتحية للسي نجيب. الله يبارك فيك. والموضوع أنا كنسمع له الآن تاع السيد الطريقة ديالو. أييه. دابا أنا في الحقيقة إحنا عطيني الراديو ديالك طفي أستاذ رمضان وأنا معك. مرحبا. مرحبا أستاذ رمضان إحنا معك. قلت لك بالنسبة للطريقة تطبقها. نعم. إيه. هو عنده معاه ثلاثة الوليدات. جوج غير جوج. زوج الكبير قلنا هذاك 23 عام و17 عام. 21 عام واخا صغير 21 عام تفقد سقط له سقط عليه النفقه ديالو بل يبقى مع ذاك مولا 17 متفقين. دابا المهم هي طلاق الشقاق هي اللي بغات ياك. اي هادشي عرفنا. نعم مسألة الحكم اللي حكموا عليها حيت هي أولا تمتع وراك فهمتي كلشي كيفاش كيطبق. أي هي هي دابا حنا أرانا دابا تندويو مع السي حميد حنا مع من خصنا ندويو. شوف أنا السي حميد أي مادام طلقتيها إذا ما تدورش عليها واحد المحكمة تعطيه واحد الوقت باش يشوف ولده مثلا تكون كتبت لهم زيارة في الأسبوع أو في جوج مرات يعني قانونيا لان ما يمكنش يمشي عندها مادام ودابا هاد الولد الشريف دابا اللي عنده 17 عام راه هو مختار هو مختار مع من يعيش لانه طفل ماشي ماشي طفل هو راه مميز هو مميز وحتى باه ما يمشيش لديك الدار لان راه طليقه اييه ما يمشيش عندها واخا ما يمشيش يعني كل يوم ويدخل لها للدار راه ممنوع قانونيا يعني راه في الحقيقه في الشريعه طليقه. انا اللي بغيت نشوف دابا المهم هو وقع الطلاق اذا قضية الدار هي ساكنة فيها وهو خرج مبني على الطلاق لابد ديك ينسحب كما قلت له انت يمكن له ما يعاودش يرجع ويمشي ينتزل مفوض قضائي او يتصل بمول الملك اللي كان له ويتنتزل الملك اللي هي بغيت تكري الدار بغيت تكري في اسمها ويبتاع شيء امر خاص بها هي نعم
هذاك امر خاص بها هي اللي بغات امر خاص بها هي. اذن هو ما يمكنوش يزورها في كل وقت ويمشي يراقبها بحال المراقبه هذه يعني اوعينوا فيها هذا هو الواقع لان دابا بالحق احنا سمعنا منه وهي راه طريقه دابا ما يمكنلوش واش نقدروا نقولوا باللي هو مساخيش ومصدوم يعني داك داك الطلاق المشكل هذا اللي بغيت نقول ربما هي ما عمره كان كيتوقع ربما هو كان ربما انا ما انا غير في انا مقوله لنا ربما هو كان كيقول ودي هاد المراه 24 عام دوزات معايا وداكشي اللي عندي راه غتعيش به غير غتعيش به داكشي اللي كاين ولكن عمرها ما كتنتظر ما كانت كتسنى على انه تصوت كما كنقولوا في هاد العلاقه وما يبان ليها فيها والو داكشي باش هو مصدوم ديما كيمشي لديك الدار هذا ما طريقها والولد كبير عنده 17 سنة والولد عنده اختيار يمشي مع أمه ولا باه لأن الولد إذا ما يمشيش عندها لأن راه محرم عليه تبارك الله عليك السيد رمضان تحياتي وأنا نظن هذا هو الفكرة ديالك هي مرحبا مرحبا السيد رمضان تحياتي يا سيدي أهلا وسهلا بقية المتواصلين احنا معهم في هاد اللقاء هذا المباشر اللي كنحيوا فيه كل سهرة الواجب المهني اللي كيسمعونا في مراكز المداومة الليلية كنعرفوا تل منهم بطبيعة الحال اللي تي يسمعونا وتنتواصلوا معهم وتنعزهم دائما أيه وكذلك الإخوان ديالنا اللي كيسمعونا في قلب البيوت ديالهم سواء في وقتنا هذا اللي تيكون متقدم من الليل ولا حتى في ساعات ما بعد منتصف الليل اللي كنلقاو فيها الإخوة ديالنا الكرام كلهم والأخوات الكريمة واخا دابا هذا السي إبراهيم سمعناه لا السي رمضان سمعناه وسمعنا الأخ اللي من رحمنا غادي نسمعوا السي إبراهيم فيما يبدو اللي غيكون كمل معنا البوح ديال هذا الأخ هذا السي إبراهيم من جديدة مرحبا بك السلام عليكم السي مصطفى اهلا وسهلا السي إبراهيم الله يبارك فيك الله يحفظك الله يبارك فيك أنا بغيت نسمع تنسعفكم الأخوات المستمعات في معرفتين غابرات تنتوما يا دابا تقريبا واحد العام تاع ايام وانا كنضار مع التليفون عمرهم ما بايش ليا حتى الليله حتى صافي مرحبا بك اخويا اوكي عندنا الامور ديال سي حميد سي حميد مطلق وما ساخيش يعني ما دار مساخيش هي بالمراه باقي يفتش وباغي يمشي للدار وكذا وهذه ما طلقتي ماشي هو اللي طلق بلاتي باش نتفاهموا الله يرحم الوالدين وماشي هو اللي طلق هي ما طلعتش بغاتو هي ما دارت اتفاق شي اكثر ما طلعتش بغاتو هكاك الله يرحم الوالدين ما طلعتش بغاتو خاصو هو انتهى منها ما بقاش يفتش عليها شي عدا ولا شي عدا ولا صافي دارت اتفاق شي شي بحالاته ومشى لها عبد السلام هو دار ليا ما صاخيش هي كيدور ويفتش عليها وكذا وكذا خصو طلقها لا هي طلق شقيق يبعد من الناس يدي وخليها بغا يرد يعيط للناس يمشي الداخل هادشي اللي بغيت وي هادشي دابا علاه ماله هو اللي بغى يرد راه هي اللي طلبت الطلاق بمعنى انها هي اللي واخا طلب الطلاق الا بغى يجرب ويشوف واش كاين يجرب حظو راه حجوج انت كتقول زعما انت كتقول من الجهه الاخرى مادام انه ما ساخيش ربما يقدر مثلا يدي لها الناس واخا سيدي حتى هذا حتى هذا نعم سيدي دايز واخا ما ربنا تعاود تندم ولا شي حاجه وترجع ليه ما بقاش ترجع يقطع ياسو ويمشي لحالاته واخا سي ابراهيم هي واخا واخا نعم سيدي واخا واخا تبارك الله عليك سي ابراهيم شكرا لك اخويا سي محمد من العرايش السلام عليكم سي مصطفى اهلا وسهلا كيداير بخير الله يبارك فيك شرف لي انني اول مره كنتواصل معك الله يحفظك سيدي بارك الله فيك انا بخصوص هذه القضيه ديال هذا السيد هذا الحميد اه كيبان لي باقي كيبغي هذا السيد بحال السي عبد السلام صاحبنا اللي صيفطنا في الواتساب ممكن يعطوا لبعضياتهم فرصه قبل يرجع لبعضياتهم داك الشيء علاش كيدير هذه المحاولات هذه اذا انت دابا غتقول كتقول له انت ما تسناهاش اش شريفتها تمشي لديك الجمعيه جي انت جي عندها في واحد الوقت اللي محترم زعما بيناتكم تقدر تطلب انت ولادك كيشوفوا يعطوا راسكم فرصه فين تهضروا تدويو بيناتكم كاع انتم بجوج ولا بعيد على الدار كاع انتم وحال قال ديك السيد قبيله يعني دي شي ناس من العائله ديالو ولا العائله ديالها كما قال لك بحال كيقول لك مثلا شاهد من آلي وشاهد من آليها دابا خلينا من دابا هذه دابا خلينا من شاهد من آلي ومن آلي هذه كنديروها مني
كتكون الاجراءات ديال في المحكمه يا ديال الصلح الى قبل ما يتحقق الطلاق. اما دابا هادو مطلقين. دابا انا كنتكلم دابا انا وياك على ان واحد جوج الناس عقلاء ما محتاجين لا اللي يكون بيناتهم ولا والو الى الى حيت هو في الاصل اشنو عندنا ياك سيدي ربي تيقول لنا ان ان اراد اصلاحا يوفق الله بينهم. الى هما بجوج حتى هما واعيين، جوج ديال الناس واعيين في كامل القوه ديالهم القدره ديالهم العقليه وعاشوا الزواج وجربوا الطلاق حتى هما بجوج. يعني الا كانوا كيبان لهم باللي راه يقدروا يصلحوا بيناتهم يقدر الله يوفق بيناتهم. انت كيبان لك باللي ما يبقاش يمشي بحال هكا متخفيه هي ما كايناش، يقدر مثلا عيط ليها الا ما ساخيش يلقاو شي طريقه باش يراضيها وتراضيه زعما. ممكن كيمكن بيناتهم توافق واخا تهدري تهدري يا سيدي تهدري واخا واخا سيدي. شكرا اود السي محمد من العرائش. اياها سيدي اياها سيدي واخا اياها تهدري. وحنا دابا السي حميد مع جميع المستمعين دابا كنستقيو الافكار والاراء. كاين اللي قال لك اودي دابا زيبان من خلال الكلام ديالك انك ما ساخي شاي، وهذا الامر بطبيعه الحال واخا ما ساخيش به كيبقى واقع مفروض عليك لان هي تحررت من هذه العلاقه الزوجيه. وكاين اللي كيقول لك اسيدي بما انك ما ساخيش لقى شي طريقه وشي صياغه باش تفاهموا وتقدروا تراجع العلاقه وتطلب انك تراجع العلاقه تراضيها وتراضيك واخا. غادي نسمع معايا السي اسماعيل. مرحبا بك خويا. اخويا مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام خويا اسماعيل. فكرني منين انت يا كتعيط لينا من مراكش ياك؟ انا من مراكش. مرحبا سي اسماعيل. الله يحفظك ليا شكرا. الله يكبر بك. شحال عندك في العمر سي اسماعيل نتايا؟ عندي 33 عام وعندي الوليدات. تبارك الله ما شاء الله. انا عندي واحد المدخل لذاك السي حميد كيبان لي غامض شويه. من ناحيتاش مثلا فين كاين الغموض عنده؟ غامض ما 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 باش ما باش يخرج ديريكت يقول اش كاين. وزيد ملي ولا الشك العلاقه راه خسرات مشات صافي ما عمرها ترجع. شتو الشك اش كيقدر ليا؟ شتي ملي قال في الدار ديالهم كانت تشك فيا. اه كان يتربعد ملي كان شك كان بغا يدير حد ديك الساعه خلاها الامور تا ولاو الاولاد. عاد هو ناض قال لها انا وليت تنشك فيك. هذا ما خاصوش يديرها هو ولا هو. وزيدون انا تعصبت من قبيله وانت كتسيس فيه ما خاصكش انت اللي جبد منه الكلام خاصو هو اللي يقول اش كاين. هادشي اللي قلنا له قبيله قلنا له ودي ما بيناش حنا نقرو. انا ما نكذبش عليه وزيد كنعطيوك دابا حنا كنعطيوه شي اراء ما كيتقبلهمش وكيقول لك لا هي كتقول لي لا لا هو تيهضر تحيا تيقول لي انا عندي مشكل هو ديال الدار انا واجي من الاخر وفلان واش انت مشيتي لمرات البط الطلاق واش قالت لك هي اللي قالت لك الطلاق قول لها بنت الناس بسلامه الاولاد اصلا كبروا اللي كتقول لي انت باقي شنو اللي باقي معقدك تبارك الله كبروا 23 عام قلتي خدام و17 عام اذا بغات مول 17 عام غيجي عندك الراس وما تسناش تمشي لعنده. انت كيبان لك بحال الا دخل في شي شبوقات هو ماليه بها ماليه بها حتى شي حاجه. واسمح لي هو كيقلب على الحبس. هو باغي يخويها من الدار انا بعدا انت ملي قال لي انا كنمشي للدار هو سيدة طلقها في الدار السوق ومشى قال لك تدخل تمشي للدار. انت راه شوف هذيك السيده ربما تقرا قرار تمشي للدار لا خاصها قال شي حاجه ولا خاصهم شي حاجه غتدخل ربما كتبان لي كما قلت لي قال لك قال لصاحبه راه هضرات معاه قالت لي قول ليه شي بحالو يقتلني ولا غنقتلو. علاش علاش شنو باقي كتقلب يا ربي السلامه. وعند وراه الا بغات فيك بغات هي بغات فيك الحساب راه تخليك تدخل للدار وتوقفهم عليك. انت راه وليتي داخل هاجم. راه ولدك ولا اللي باقي معاها الا عينك باغي تشوفو راه غتشوفو برا. الدار لا علاقه لك بك. والسيد اللي كتقول انت باقي الدار مدي على حسابك وانت راه بغيتي تمشي. ولكن هو هذا الولد راه ماشي قاصر باش يخرج يشوفو برا. قال انا داير الكونترا وداك الشيء هذاك العقد راه في سميتو. والسيد واش قال انا سمح لي واحد واش هو قال لمول الدار انا السيده طلقت منها راه فكيت انا وياها العلاقه؟ قالها الا قالها على هذاك مول الدار ماله ما عنده شي حاجه في مخه راه من ديك الساعه بيقول لي فلان طلقتي هذه السيده اشنو درتي؟ هو بيمشي لعند قال لك لا مشى قال ليها يقول ليها ولا ما يقول ليهاش انت باش تقول لها اجي ولد الناس انا راه عندي هذا الشهر غنخلصك فيه. السلام عليك. السلام عليك. سلام. وقال لك انا كندخل لهاد الحوايج اشنو هاد الحوايج؟ شتي انا في بلاصتك اذا طلقت عندي سمح في داك الشيء في الدار واخا نكون عندي 10
هذاك المليون تاع الحوايج في الدار. مثلا سيدي غير من باب ديك 24 عام سيدي ديال هذيك العشره كاع اللي دوزتوا بيناتكم، داك الحلو فيها اللي داز فيها حلو، اكراما لهذيك المراه كاع سيدي نتايا. يلا انت طلقتي بتقولها بنت نفس السلامة، انا مسامح لك تنيا واخيرا لا في داك الشيء ولا في الحوايج ولا في كل شيء، وبغيت نمشي عند مول الدار تطرق معاه تقول يا خويا هذا اخر شهر راه انا لا علاقه لي بهذا الدار، السيده طلقت انا وياها تكري ليها ولا رهل ليها داك الشيء مابقاش كيهمني. هيا سيدي هيا هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. بس انت انت كتوضح لي هو تيرجع حتى الاخر تيرجع لك ثاني نقطه الصفر تاع تبدا لك ثاني مول السؤال، انا ديك الدار هي اللي دايره لي المشكل وراه انت اللي داير المشكل، ما الدار فكيتي الزره راه ما كاين ما صعب من تلقى ملي تلقتي ما بقى حتى شي حاجه عندك بقى. هو هو واقعي ماشي هو اللي فك الجره، هي اللي فك الجره، هي اللي فكت الجره ديالها منه لانه صافي قالت ودي انا بالنسبه ليا انا نجي لك معايا ولو يسمح لي على عنده العقل محدود واحد شويه. انا انا ملي واخا هي انا ولد العروبيه انا راه نواحيت مراكش هي غير مراكش قريب ليا. انا باش نكون معاه واضح انا عارف هي الناس العروبيه تيكونوا شوي انا ويسمح ليا غير انا عرفته والناس الناس طباع الصالح والطالح راه كاين في كل شيء. الله يحفظك بارك الله فيك. اسمح لي السي حميد قول لي انا السي حميد تركت معاه من هذا المنظر كتبان لي واحد شويه محدود الفهم ديالك شويه ثقيل. معليش شو ما كاينش كاع نمشيو لهاد الاحكام قيمه بحال هكا، ولكن الاساسي هو الا كان شي واحد بحال هكا صاحبنا محدود مثلا فكره نقدروا نبهوه، وغادي حنا راه خوت بيناتنا. وانا كنشكر خويا بزاف على التواصل ديالك يا صديقي. تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخويا. تفكر عندك القضيه تفكر غير انت باغي تقلب على المشاكل، اما السيده بغيتي تمشي تجالسي معاه ورقه وتقول السلام عليك فتاشطه والله يفاقنا بلادنا وتبعد من اما السيده. راه نقول لك انا نكون على يقين السيده راه ما رجعش عندك، لان راه ولا الشك الشك راه الكاسات راه ما كيرجع. تبارك الله عليك يا اخي. شكرا بزاف سي اسماعيل من مراكش. ها انت دابا سي حميد سمعتي الاراء والافكار اللي جاوك في هذه الحلقه، حنا مستعدين نكونوا ان شاء الله تا معك في ما يستقبل الا كانت شي افكار اخرى ولا شي رسائل ديال الاخوه اللي جاو تيجونا عبر الواتساب 06 2040 04 على ام اف ام في برنامج سمير الليل. انا مصطفى الهرده نجي محموده في الاشراف على اخراج